اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا باختصار. النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، وبنفتح ملف جديد وهنتكلم فيه عن مستحضرات التجميل الخاصه بكل شركات التجميل ومن حيث تاريخ الصلاحيه والانتاج. وفي بعض الناس، طبعا هنقول بعض رجال الاعمال، الفساد اللي بيسود البلد عن طريق الشركات الاستيراد وتصدير المنتجات التجميل. وطبعا احنا عايزين نقول ان الشعب، صحه الشعب لا تقدر بمال، ويعني في مقوله انا احب اقولها اللي هي يعني ما فيش افضل من ان انا اقول غير المقوله دي: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هموا هموا ذهبت اخلاقهم ذهبت. فاذا انتشر الفساد وانتشر عدم الضمير والكذب والغش وكل الصفات الوحشة اللي موجودة دلوقتي، فإزاي إن أنا مجتمعنا هينمو وهيتطور؟ إزاي إن أنا هحافظ على شعب، صحة شعب كامل بالشكل ده؟ عشان كده النهاردة معانا ملف مهم جدا هنبدأ نفتحه النهاردة في حلقتنا باختصار. وإحنا كدورنا كإعلام وكدور قناة الصحة والجمال اللي بتهتم بالصحة والجمال، سلطنا النهاردة الأضواء على هذا الملف، إن إحنا نتكلم عن المنتجات ومستحضرات التجميل الخاصة بالشعر والميكب. ومعانا صاحب شركة قد مر ببعض من هذه التجارب، وحبينا إن إحنا نفتح معاه الملف ده، نعرف رأيه إيه وتجاربه إيه في الموضوع ده، ونعرف النصيحة اللي ممكن ينصحها لنا إن إحنا نقدر نعمل إيه. معايا ومعاكم ضيفي الأستاذ جلال محمود لطفي، صاحب شركة جي 2 إم للتوريدات العمومية. أهلا بيك أستاذ جلال، منورنا ومنور قناة الصحة والجمال. إحنا النهاردة بنفتح ملف عن المنتجات اللي احنا بنستوردها، منتجات التجميل والميك اب الخاصه بالشعر والميك اب واي حاجه تخص التجميل بالنسبه للستات، وايضا بالنسبه للرجاله. اكيد دلوقتي ما بقاش في فرق بين الراجل والست من حيث التجميل يعني. فانا عايز اعرف تجارب حضرتك بالنسبه للاستيراد المنتجات دي، وهنتكلم بعد كده في حته تاريخ الانتهاء وتاريخ الاصدار والاكسباير، وازاي ان احنا بنعمل غشاوه على عيون الشعب، ان هو لما يجي يشتري منتج ازاي ان هو يتاكد المنتج ده صالح الصلاحيه ولا اكسباير. في البدايه انا هعرف بس نفسي كده تعريف بسيط عشان دي هتبقى مقدمه من الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. انا اسمي جلال شناور، اسمك اصدار شركه جي 2 ام للتوريدات العموميه. لغايه 1/8 كنت الموزع الحصري لشركة البتول لعموم الاستيراد، تمام، وهي إحدى الشركات المسؤولة عن استيراد بعض منتجات التجميل واللي بيتم ترويجها في السوق المصري. تمام. فيما يخص السؤال اللي حضرتك ذكرتيه بالنسبة لمنتجات التجميل وتداولها وحاجات الشعر والميك اب، طبعا احنا الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة بقت حضرتك بتخش الصيدليه بتلاقي ثلاث ارباع الصيدليه كلها منتجات تجميل، من اول ما تخش لغايه ما حضرتك توصلي للكاونتر جوه. بعد كده الدواء محطوط ورا. زمان كانت الصيدليه عباره عن اجزخانه الادويه هي اللي موجوده فيها، تمام، عشان صحه المريض. مستحضرات التجميل دي حاجه يعني زي كاونتر بسيط كده، لكن ما بقاش هو الاساس في الصيدليه. دلوقتي بقى نسبه مكاسب الصيدليات نفسها او مكاسب الشركات 85%، تمام، من مكاسب الصيدليه بالنسبه للدواء هي حاجات موجوده خلاص، بقى شكل ستوري هو اكسسوارز وحاجات التجميل كلها في اول الصيدليه، بعد كده الادويه. فطبعا ده ادى المساحه لكتير جدا من الشركات وكتير جدا من رجال الاعمال ان هم يستوردوا بعض المنتجات ويتم طرحها في السوق المصري عشان تشتغل. تمام. في الفتره الاخيره ظهرت بعض الشركات اللي بتقلد بعض المنتجات الاوروبيه او بعض المنتجات اللي بيتم استيرادها من بره، تمام، وتصنيعها في مصر وتبتدي تصنعها في مصر. ميدن فرنسا، يكتبوا بقى حضرتك ميدن فرنسا، ميدن ايطاليا، حتى بيجيبوا العبوات نفسها من بره ويعملوا المنتج هنا ويبتدوا يعبوه ويطرحوه في السوق المصري، تمام، ويشتغلوا على اساس ان هم مستوردينه او هم شغالين بيه. تمام. طبعا بيبقى هنا دور الاجهزه الرقابيه او دور وزاره الصحه او دور بعض الاجهزه زي حمايه المستهلك او مباحث التموين او الكلام ده بالزبط. هي الكشف عن المنتجات، بس للاسف لكثره هذه المنتجات مش هتقدر كل جهه رقابيه تنزل تكشف جوه الصيدليه عن 50,000 منتج موجود جوه الرف أكيد. او موجود على الرف اكيد. فدورنا احنا
تمام؟ ان احنا مبدئيا فيما يخص رجال الاعمال المفروض ان احنا نراعي ربنا كويس جدا 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 في النقطه دي. انا لسه كنت عشان بقول في المقدمه يعني لو انعدم الضمير يعني لا يعني ربنا يخليك بس للاسف مش هو ده اللي بيحصل خالص. بس هو لو انعدم الضمير والغش بقى موجود خلاص انت دلوقتي مش طبعا طبعا يعني انت مش عشان تكسب تضر شعب كامل وتضر صحته، لا طبعا انت اكسب ويعني وخلي الشعب بصحه جيده. بالعكس انت لما تعمل منتج كويس وهتسوق له كويس بالعكس ده انت هتنتج تاني وتالت ورابع هتستفيد اكتر. لكن انت لما تنتج منتج ويبقى فيه اكسباير وتتعامل مره واحده وبعدين ده غلط، ده انت كده بتاذينا كلنا كشعب كامل. هو للاسف يا فندم الناس او اصحاب الشركات او اصحاب بعض الشركات طبعا هي مش كل الشركات لان في شركات محترمه جدا احنا برضو في البدايه بنقول بعض رجال الاعمال وبعض الشركات مش بنعممها يعني طبعا لا هو في شركات في مصر معروفه بالاسم احنا مش هنقدر نذكر الاسماء عشان ما يبقاش اعلان تمام انما احنا في شركات في مصر رائده في مجال التجميل بقى لها سنين بقى لها سنوات شغاله بشكل احترافي جدا وشكل محترم وبيطوروا من نفسهم دايما المواد الفعاله بتاعه المنتجات بتتغير من الدول تمام المصنعه وبتطرح في السوق وبتجيب نتائج كويسه جدا جدا وبيتم حتى التوصيه من الدكاتره نفسها بهذه المنتجات تمام. اما في بعض المنتجات الثانيه اللي هي بتتناول في بعض المحلات التجاريه زي الموسكي والعتبه وبعض الاماكن طبعا برضو ما بقولش ان هم يعني معظم منتجاتهم مغشوشه لا هم عندهم منتجات سليمه تمام بس ده شق تجاري غير الشق الصيدلي اللي احنا بنتكلم فيه ولازم أكيد. نفرق ما بين الاثنين أكيد. يعني حضرتك لما تنزلي تشتري حاجه من محل تجاري مش زي ما حضرتك تشتريها من صيدليه تمام ده فرق وده فرق وحضرتك هتلاقي في حاجات موجوده في الصيدليات مش موجوده في التجاري وفي حاجات في موجودة حاجات في التجاري المحل التجاري مش موجوده في الصيدليه الكلاسيفيكيشن بتاعها ما ينفعش ان احنا نصنفه ان هو ينزل أكيد. صيدلي أكيد. تمام والكلام ده طبعا معروف هنيجي لحته بقى رجال الاعمال وحته الشركات طبعا للاسف رجال الاعمال واصحاب الشركات بيبصوا في المقام الاول على المكسب والربح تمام قبل كيفيه قبل افاده المواطن والضمير واطفالنا خلاص يا فندم والامهات الموضوع موضوع المرض بقى موضوع تجاري ما بقاش موضوع احنا نهتم بيه علشان نطلع من مطب الامراض دي احنا نسبه الامراض عندنا في مصر كبيره جدا وكتيره طبعا جدا طبعا نسبتها عاليه تمام جدا ونسبتها عاليه قوي المفروض ان احنا نراعي ربنا جدا جدا في تصرفاتنا وفي القرارات اللي احنا بناخدها الخاصه باي منتج او اي دواء تمام علشان نجيب او علشان نقضي على هذه على هذا المرض او على هذه الظاهره تمام فرجال الاعمال انا عايز اسال سؤال يعني في بدايه الحلقه كده هو يعني ايه انا استورد منتج من بره مصر واسعره واجي بعد تسعيره مثلا بشهر عشان اشغل المنتج ده اروح قايل ان المنتج ده عليه عرض مش عارف العبوة ايه 10% اوفر يا ريت يا فندم 10% يا ريت يا فندم 10% ده 10% و5% ده ممكن يكون مقرر من وزاره الصحه ان احنا نعمله علشان خاطر بس نكسب زبون تمام انما هو الدواء اساسا مسعر جوه الصيدليه او المنتج التجميل مسعر جوه الصيدليه تسعير جبري وفي تحذير وزاره الصحه منزلاه في كل الصيدليات تمام انما اللي هو مش لوجيك تماما ان انا اقول ان المنتج ده مثلا بتاع الشعر هو سي مثلا سعره 350 جنيه فاحنا عاملين الشهر ده حضرتك هتشتري علبه عليها علبه هديه لنفس المنتج انا عايز اسال ازاي امال حضرتك مسعر بناء على ايه هو انا في البدايه او اساس شغلي ان انا بدي للمريض المنتج علشان اساعده في ان هو يتخلص من المرض بتاعه بالزبط. او وقايه من المرض اللي هيجيله تمام مش عشان ان انا تاجر بصحه العميل او بصحه المريض في ان انا اعمل ازازه عليها ازازه هديه او الازازتين عليهم ازازه هديه يعني هل هو بيعمل كده علشان يخلص من المنتج ده علشان صلاحيته قربت تنتهي مثلا والله يا فندم هما يعني بتتعمل لحاجتين تمام حاله زي الحاله اللي احنا هنتكلم فيها شويه من اللي احنا هنتكلم فيها كمان شويه ده عشان يتخلص من منتج هو يا اما اكسباير تمام وهو طرحه بتاريخ جديد فعايز يشغله عشان يخلص منه ويبتدي يستورد غيره تمام تمام او ان هو عاوز يعمل لونش او عاوز يعمل دعايه للمنتج ده فيخلي المنتج ده يبقى على راس بقيه المنتجات اللي موجوده في السوق تمام احنا مثلا لمنتجات يعني الشعر نوع من التسويق للمنتج بتاعه نوع اسرع من التسويق. ان هو من الاوفر اللي كان عامله الاول نوع من التسويق بس انا عايز اسال هنا سؤال حضرتك مثلا عندك مشكله في شعرك تمام ورحت الصيدليه فلقيتي 5 منتجات او 6 منتجات او 10 منتجات عليهم العلبه عليها علبه حضرتك هتختاري ايه انا مش عارف من كتر المنتجات اللي بقت موجوده دلوقتي من كتر مش هبقى عارفه انهي الاصلح فيهم فحضرتك
هتضطر تفكري تفكيرين. لو حضرتك من الطبقة مثلا غنية أو مبسوطة في البلد اللي معها فلوس، حضرتك هتشتري أغلى حاجة وهتاخدي عليها البونص بتاعها أو الهدية بتاعتها، تمام، عشان حضرتك معاكي فلوس. أو ممكن ما أخدش ولا منتج من دول خالص وأجيب حاجة غالية لا عليها أوفر ولا عليها أي حاجة. لو أنا ماديا ميسرة إن أنا أقدر أشتري المنتج. كلام حضرتك مظبوط. اللي أنا عايز أوصله في النهاية إن حضرتك مش هتجيب المنتج لحليلك مشكلة شعرك، لأن إحنا دخلنا في حتة خصم وفلوس وبونص وهدية. بالظبط. ما دخلناش في حتة ان احنا صحة شعري نفسها هتيجي على انهي منتج فيهم. الله ينور على حضرتك. تمام، على انهي منتج فيهم. ده وصلت لحتى ان بعض الدكاترة، تمام، بيبقى بريسكريبشن روشتات كاتبين منتج معين بالزبط. وحضرتك تنزلي الصيدليه تلاقي بنوته جميله واقفه بتكلم حضرتك بتقول لك يا فندم الروشتة اللي كاتبها الدكتوره انا عندي ليها منتج نفس المنتج ده بالظبط، بس احنا عندنا عرض، الشركه دي ما عندهاش عرض، فحضرتك هتضطري تشتري من الشركه اللي عليها عرض بالزبط. عشان حضرتك تستفيدي في الاخر، حضرتك ما حلتيش مشكله شعرك. تمام، لانه ممكن ما يجيبش نفس النتيجه ان المنتج اللي كان النتيجة. الدكتور هو اللي كاتبه اصلا، هو مش هيجيب النتيجه اوريدي، لان هو الدكتور ما كتبش خالص لحضرتك الكلام ده، او ما أو حتى الدكتور حتى ما كتبش ان في بديل كذا. الله ينور على حضرتك. بس حضرتك في الاخر بصيتي للمصلحه بتاعت حضرتك، لان هو القرار بتاعك انت في الاخر. أكيد. هو مش بتاع الدكتور ولا بتاع الصيدلي. أكيد. هو القرار بتاع حضرتك. تمام، فاحنا اصبح الموضوع بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه هو موضوع تجاري بحت. تمام، موضوع مكسب، موضوع هدايا. احنا عارفين يعني لما بتعمل بعض المعارض بتاعه الموبيليات والادوات الكهربائيه والكلام ده كله اوفرات، طب ده طبيعي ان الناس دي تعمل ماشي اوفرات، ده طبيعي عشان دي حاجات بيوت، ده طبيعي، دي حاجات منزليه معروفه. انما يعني معلش انا في اجي في الطب اللي هي اساسا المفروض تبقى، يعني احنا عندنا الطب والتعليم. هو قصد حضرتك يا استاذ جلال اجي في صحه الانسان، اجي في صحه الانسان وصحه المواطن، اجي في صحه الانسان وتلاعب بيها، وتلاعب هو بيها. ده الخطا بقى، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن انت بتقول ان احنا بنيجي نشتري حاجه للبيت في بيوتنا، اي حاجه بيجي عليها اوفر بنجيبها لان دي مزبوط. معروفه مزبوط. لكن لما اجي في صحه انسان لا، مش حاجه اتلاعب بيها ولا حاجه هستهون بيها ولا حاجه اضحي بيها، لان هي تعويضها مش هيكفي اي حاجه اصلا. هو فنن تعويضها اضرار جسيمه بالظبط. تمام، الناس بتخش فيها للاسف، ونيجي بعد كده نقول ان الدوله مقصره في ان هي مش عارفه تعالج المرض. طب ما احنا من البدايه احنا ما عملناش كنترول على المرض ده علشان نقي نفسنا منه بالظبط، فاجي بعد كده ادور على ونظلم الحكومه معانا ونظلم بالظبط. ما انا كنت لسه هقول لك في الاخر بنجيب اللوم على الحكومه، ما هي المشكله في كده. طيب. ان احنا بنجيب اللوم على الحكومه. تمام، طب ما من البدايه احنا الدور الوقائي احنا ناخده يعني ناخد حذرنا منه كويس جدا، والاجهزه الرقابيه تتعب نفسها شويه في ان هي تعرف ايه الحاجه اللي موجوده في السوق بالظبط. تمام، انا في حاله هتكلم فيها كمان شويه مع حضرتك. تمام، حاله غريبه جدا، كويس، هنتكلم فيها. ففين الدور الرقابي اللي بتقوم بيه بعض الهيئات اللي موجوده في الدوله علشان تقي نفسها؟ يعني انت قصدك ان في تقصير من الرقابه والعقاب؟ انا مش هقول ان في تقصير، لان هو الرقابه غصب عنها في 50,000 منتج وفي 50,000 حاله وفي 50,000 صيدليه. تمام، ده احنا عشان بس يعني في صيدليه من الصيدليات في الاونه الاخيره هي منتشره جدا في عدد فروعها. لو احنا قلنا اجهزه الرقابه تنزل تفتش عليها حضرتك لوحدها، بس دي حضرتك محتاجه ناس كتير جدا. حضرتك محتاجه دوله جوه الدوله عشان تنزل بس تلف دور فروعها. الرقابه عالي جدا. تمام، لما كل فرع مثلا يكون 200 متر و250 متر و300 متر. تمام، ومن اول ما حضرتك ما تخش الصيدليه لغايه ما توصل الكاونتر بتاع الادويه كلها منتجات تجميل، اجهزه طبيه، منتجات شعر، اكسسوارز. تمام، برفانات، حاجات اطفال، كويس، ده حتى يعني الحاجات بتاعه البيوت نفسها اللي هي زي الكراسي والحاجات دي كلها موجوده بتتباع. طب هو حضرتك يعني انا باشفق على الاجهزه الرقابيه من الكلام ده، هو احنا هننزل نراقب ازاي وفين وكل ده؟ لا، وفي صيدليات كمان بدون مقاطعه كلامك يا استاذ جلال كمان حاطين اللبس بتاع الاطفال البيبي والست الحامل ومش عارف ايه. يعني ده فعلا. يعني حتى مزودين فرايتي تانية خالص عن ده فعلا. عن اللي موجود في الصيدليه. ما هو الفرايتي يا فندم بقى مفتوح جدا في الصيدليات، ان هم اي حاجه يتقال تحتيها يهتم بصحه المواطن فتلاقي حضرتك بينزل الصيدليه. نهتم بصحه الطفل ينزل الصيدليه. اي حاجه، بس هو المفروض يهتم بصحة الطفل والمواطن والإنسان. هو اهتم بصحة الطفل والمواطن بقى مظبوط، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. الدواء بس، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو لا أكتر، اتكلم فيها، اعملها بس مظبوطة، اعملها بس صح. في بعض الصيدلات المحترمة جدا، تمام، بتعمل أقسام أو بارتيشن جوه الصيدلية ده لصحة الطفل، بارتيشن جوه الصيدلية ده لصحة الأم، بارتيشن جوه الصيدلية ده لصحة الحامل والمرضعة. تمام، فهو بالزبط. مخصص يعني هي لازم تبقى مخصصة. تمام، انا كدور كهيئه رقابيه لما انزل افتش فانا هفتش في الدور بتاع الاطفال. اكتر حاجه بتهمنا حاجتين، الام الحامل والطفل. تمام، والطفل، كويس، بعد كده بيجي في المرتبه بعد كده اي حاجه تانية. بالظبط.
فالام الحامل بتروح تاخد الحاجات بتاعتها علشان تكمل فتره حملها لغايه ما ربنا يقومها بالسلامه وتبقى كويسه، وبعد كده تهتم بطفلها لمده معينه من الزمن هي مهتمه بيه جدا لغايه ما المناعه والدنيا تبقى ماشيه معاك كويس. يعني راي حضرتك ان احنا نخصص، بس لازم يبقى في متابعه. لازم تبقى في، لازم يكون في متابعه، ولازم اجهزه الدوله الرقابيه تمام تشوف حل في ان هي تكشف عن المنتجات اللي موجوده داخل الصيدليات تمام، عشان تعرف ايه اللي بيفيد المواطن وايه اللي بيضر المواطن. ده الاساس اللي احنا بنتكلم فيه. طب استاذ جلال احنا هنقف عند النقطه دي وهناخد اتصال من مواطنه حصل لها مشكله في تساقط شعرها. تمام. فهنشوف المشكله دي من ايه وهنشوف الغلط عند مين برضه. اتفضل يا فندم. الو؟ الو ايوه. ايوه اتفضلي يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. معاكي مدام رشا. اهلا بيكي يا مدام رشا. اهلا بيكي، اهلا بالظبط. انا حصل لي مشكله، كان في بارتيشن فاتح تبع صيدليه في النادي الاهلي تمام، تمام. طبعا ماركه اكتيف لونج ديت، فاشترينا كان في بنت واقفه اشترينا المنتج وقالت لنا ده تحفه وجبنا حاجات كتير جدا. جبنا اول حاجه كريم الفرد دوت، المفروض هي بتقول لنا اللي هو سيفتي وللاطفال وكده، حطيناه على الشعر. بصي وقع الشعر عملها زي الاستك كده تمام كده. المهم اتصلنا وجبنا الرقم من صيدليه عابدين، كان في النادي الاهلي، المفروض انت داخل النادي الاهلي تنزل بمنتج سيفتي وحاجه كويسه اكيد. المهم بس راحوا اتصلوا بينا واحنا اسفين، وبعثوا لنا امبولات وبعثوا لنا حاجات برضو سيئه، يعني يا ريتهم كمان يعني يا ريتهم كده، لا سيئه يعني برضو الامبولات والحاجات اللي بعتوها ما عالجتش تساقط الشعر. وكان في كريم كده للاطفال عامل زي الواكس كده، قلت لهم دوت عشان التسين، قالت لي ده يبقى تحفه وكده. حضرتك الكريم بيلم تراب بطريقه رهيبه. رحت برضو كان في برضو بارتيشن تاني، فكان واقف قال لي احنا اسفين جدا وهاتيه، وانا استعملت الكريم ده، راح خده وراح مديني الفلوس. بس موضوع الشعر مش ما بيتحلش لحد دلوقتي، الشعر متقطع لحد دلوقتي والله ما عارف يطلع تاني. فيا ريت يعني اما يعني ينزلوا بمنتج يشوفوا ده صح ولا لا. مش اكيد اكيد طبعا اكيد ينزلوا بمنتج كمان يفيد الحته اللي هو نازل فيه. وقالت لنا ينفع للصبغه وينفع للاطفال، احنا يعني قالت لنا سيفتي سيفتي، وكانش رخيص كمان، يعني احنا اشترينا منها حاجات ما كانتش رخيصه. بس واحنا لما تبقى اي حاجه داخله النادي نبقى عارفين ان هي حاجه سيفتي. اول مره في حياتنا يحصل معانا الدروب ده. اول مره. طيب بشكرك جدا يا مدام ماجده، شكرا ليكي، واستاذ جلال هيرد على حضرتك حالا. هذه مشكلة يعني، منتج برضو ومستورد ومنزلينه طبعا في إحدى الأندية الكبرى طبعا، وبيتعاملوا مع أكيد نوع من الجست الكلاس الكويس. يعني المفروض أن أنا لما أجي أنزل المنتج في صيدلية المفروض أن أنا راعي يعني، وأشوف إزاي أن أنا هتعامل مع، يعني أنت لازم قبل ما بتعمل أي حاجة لازم تشوف أنت هتتعامل مع مين أو هتوجه رسالة لمين. فهو دلوقتي لما ينزل منتج في صيدليه والناس تستعمل المنتج ده ويحصل اضرار بعدها، يبقى انت استفدت ايه دلوقتي؟ يعني طبعا. ايه الاستفاده اللي انت عملتها؟ انت ضريت بني ادمه صحيا وعموما معنويا كمان، هي يعني بالك لحد دلوقتي هي شعرها ما طلعش، عندها مشاكل لحد دلوقتي. طب ليه الضرر؟ طيب تحديدا هو اسم الصيدليه او الصيدليه اللي كانت موجوده جوه النادي الاهلي تمام؟ طبعا هو المنتج اللي ذكرته الاستاذه رشا هو منتج خاص بال الاستاذه رشا، هو منتج خاص بالوكيل اللي انا كنت واخد التوزيع منه لغايه 1/8 اللي فات اللي انا ذكرت اسمه في اول الحلقه. يعني ده منتج من الحاجات تمام؟ اللي حضرتك اشتغلت فيها. ده منتج من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها، وان انا بنوه ان هي فيها مشاكل وهنتكلم في مشاكلها دلوقتي تمام. وافتكرت الاستاذه رشا دي كانت عميله دخلت النادي الاهلي واشتكت ان هي عايزه تفرد شعرها. عامه قصه الفرد وقصه الصبغه وقصه البروتين احنا بنقف فيها عند بعض الاسئله والتساؤلات. ايه هي؟ لو واحده فارده شعرها من 3 شهور ما ينفعش تفرد تاني. لو واحده فارده من 4 شهور ما ينفعش تفرد تاني، اقل مده لازم تكون 6 شهور. 6 شهور سنه فارده، 6 شهور لسنه على حسب المنتج اللي بتستخدمه وعلى حسب ما الدكتور برضه هيقول. يعني ممكن فتله الشعرايه تكون تسمح ان هي بعد 6 شهور ان هي تفرد تاني تمام. احنا عندنا في مصر المفهوم خاطئ شويه، الفيميل دايما متخيله ان انا طول ما شعري مفروض وشعري كويس انا اقدر افرد واقدر اعمل صبغه واقدر احط بروتين تمام، واقدر استخدم حمام كريم واقدر استخدم شامبو وبكميات كبيره، وفاكره ان كثره الاستخدام تمام دي شيء مفيد للشعر. لا طبعا دي كده ضرت الشعر اكتر. هو ده غلط، هو ده طبعا مش مظبوط. ولما بنيجي هنا نعالج احنا بنشوف سبب التساقط اللي ادى ليه تمام. الكريم الفرد نفسه، كريم الفرد ممكن يكون سيء تمام بالفعل،
هبتدي اشوف الـ يعني المشكله اللي فيه فين بالظبط عشان اعرف اعالجها صح. انما احنا عندي عميله تمام، وحضرتك حطي نفسك مكاننا، عندك عميله فعميله عامله لك مشكله جوه النادي الاهلي، عامله لك مشكله مع صيدليه، العميله عايزه ترجع المنتج او تاخد فلوسها، برضه هنا يسحب المنتج، برضه هنا العميله مش باصه لحته ان انا عندي مشكله اساسيه، انت لازم تسحب المنتج فاديني بدايل، لان هو هيضر كمان ناس ثانيه. فحضرتك تانية. هتلاقي البنت اللي واقفه بتديها منتج تمام علشان بس يعني تحل معاها المشكله، تحل الموضوع تديها منتج مش هو اساس الحل. هي لما كلمتني الاستاذه رشا تمام وتواصلنا معاها كان كل همها ان هي ترجع المنتج عشان هي عامله مشكله وبتشتكي في الصيدليه والكلام ده كله، فبدلنا لها المنتجات. انما المشكله الاساسيه كصاحب شركه بقى المفروض اعمل ايه، او كالوكيل نفسه اللي احنا واخدين منه الوكاله المفروض يعمل ايه، واللي هو كان على علم ان هو كان على علم بالقصه دي، المفروض يجيب الاستاذه رشا ويوجهها لدكتور يكون تبع الوكاله او هو بيتعامل معاه، يكشف عليها ويشوف مشكله شعرها ايه ويبتدي يعالجها على حساب الوكاله نفسها. اكيد اكيد تمام، على حساب الوكاله. كويس، ان دي عميله جربت منتج، احنا دايما بنقول للعملاء اول ما ننزل منتج جربوه، وده جزء يعني ده شق تعمل تست عليه في الاول قبل ما تستعمله، من الدعايه ده شق من الدعايه والتسويق بالزبط. اللي قايم على اي براند في العالم تمام، حضرتك تجربه لقينا النتائج بتاعته كويسه بنطرحه في السوق ونشغله تمام، ونعرف احنا هنشغله ازاي. لما تقابلنا عميله بالمنظر ده تمام لمشكله كريم فرد، المفروض ان انا اخد العميله واعتني بيها واوجهها للدكتور تمام وابتدي اعالجها، حتى وبعد كده اقول في افتر وبيفور تمام، والمشكله حصلت كذا واحنا حليناها بالشكل المناسب. انما بالشكل ويتم الاعتذار للعميل، انما بالشكل ده شخصي. انا طبعا بعترف ان احنا عندنا مشكله في الوكاله اللي كانت موجوده معانا، ودي اسبابها كتير جدا برضو هنتكلم فيها كمان شويه. أكيد. ايه الاسباب وايه المشاكل اللي وصلت لكده. طيب احنا هناخد اتصال ثاني يا استاذ جلال. اتفضلي يا فندم. استاذه ايمان. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي. أيوة، الحمد لله. انا كنت بتكلم دكتور جلال، كان بخصوص برضه المنتج ده. هو للاسف يعني مش قادر اقول لك ان هو وقع لي شعري، يعني شعري كان بيطلع في ايدي كده، وانا بعت صور كذا صوره برضه للدكتور. استاذه ايمان معلش بدون ما قطعت كلامك، هو ده شامبو ولا كان كريم فرد؟ لا، كريم فرد يا فندم. كريم فرد. وانا كنت جايباه المفروض كمان ان هو الاطفال، يعني انا كنت جايبه اللي هو كنت جايبه النوع اللي انا كنت جايباه كان يعني المفروض يستخدم للاطفال. للاسف وقع لي شعري كان بيطلع، يعني اصلا وانا بغسله لسه على الحوض وما كملتش من 10 دقائق شعري كان بيطلع في ايدي. غير ان هو كمان الشوايه اللي اتبقوا كانوا محروقين جدا. سبب كمان ان هو عمل لي زي حساسيه في جلد راسي. لو عرقت اي حاجه بحس ان انا عايزه اهرش كتير وبحكه كتير في راسي من ورا. عمل حاله فوران في فروه الدماغ جدا. وعايزه اقول لك والله، يعني انا بقالي يعني احنا بقالنا فتره اصلا بتعالج منه، ولغايه دلوقتي الحساسيه عندي في جلد راسي. انت بقى حضرتك بقالك قد ايه يا استاذه ايمان؟ تقريبا يعني نقول 6 شهور تقريبا. يعني 6 شهور بتستعمليه ولا 6 شهور بتعالجي شعرك؟ 6 شهور بعالج شعري يا فندم. 6 شهور بتعالجي شعرك. تقريبا، يعني هو في الحدود دي، لان انا بقالنا كتير. يعني انا لما كلمت دكتور جلال هو الاول ما كانش مصدقني صراحه، يعني الامانه هو الاول ما كانش مصدقني وما كانش مقتنع خالص بكلامي، وكان فاكر ان في عندي انا اسباب هي اللي عملت كده، وما كانش وكان واثق جدا. انما دلوقتي الحمد لله بجد والله، يعني انا واللي قبلت ان انا خلينا ان انا اتكلم، ان انا فعلا لازم انبه الناس، لان فعلا المنقذ لا بيدمر والله، غير انه فعلا دمر نفسيتي جدا. انا شعري كان ما شاء الله يعني حاجه كانت طويل، وكان ما شاء الله انا اجبرني ان انا قصيته كاري، يعني انا دلوقتي شعري كاري شويه اللي اتبقوا كمان بقوا قد كده صغيرين حاجه كده، ما يعني ما تذكرش. بجد يعني لا، لازم ننبه الناس ان المنتج فعلا 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 سيء بجد والله، ومحدش يستعمله، ولا ولازم الشركه تتحاسب. استاذه ايمان استاذنك بس، استاذ جلال كان عايز يسالك سؤالين كده. طب اتفضل. استاذه ايمان، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي. ربنا تمام يخليك، وقد الحق فعلا هو اتحكم عليها بجد. ان حضرتك لما قلت لي انا كان لازم بجد اقول للناس ووعي الناس ان فعلا لا، المنتج حرام ان هو يستعمل، ولازم يتسحب فعلا من السوق يا فندم. هو بس هو في سؤالين بس انا عايز اسالهم لحضرتك، عشان بس احنا نكون برضو بنتكلم بشكل عملي وشكل منطقي. اتفضل. هو انا برضو سالت السؤال ده لحضرتك قبل كده بس انا هكرره تاني. هو حضرتك لما استخدمت كريم الفرد ده تمام، كنت قبليه مستخدمة أي حاجة خاصة بصبغات أو كريمات فردة أو بروتين؟ كنت عاملة بروتين يا فندم، بس كان معدي السنة.
حلو، ده اللي انا اقصده، دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك كان عندك اي مشاكل في شعرك تمام قبل كريم الفرد؟ لا والله يا فندم، لا الحمد لله، وكان شعره طويل وكان حلو جدا. مين اللي مين اللي اوصاك يا فندم بكريم الفرد ده؟ لا انا رحت الصيدليه بسال الدكتور اللي كان واقف في الصيدليه عندي في الكامباوند هنا، فرشح لي المنتج وقال لي ده للاطفال، وحتى مرسوم عليه طفله، يعني انا لغايه دلوقتي عندي العلبه محتفظه بيها، لان بجد يعني من كتر الصدمه والله انا ما هين عليا ارميها، انا مخليها عندي في الدولاب لغايه دلوقتي العلبه، لو حضرتك عايز اصورها لك اصورها. احنا يا استاذ امان بنعتذر لحضرتك جدا، طبعا احنا في مشكله بالفعل في المنتج واحنا هننوه عنها تمام، وانا طالع كده بس عشان الحق يقال، عشان خاطر بس صحه المواطن تمام، فانا طالع اتكلم عنها بهذا في هذا الصدد، فاحنا بنتاسف لحضرتك جدا عن اي اضرار حصلت تمام. ونصيحه مني لحضرتك بعد كده ما تشتريش اي حاجه خاصه بالشعر بالفرد او بالتساقط غير لما ترجعي لدكتور الجلديه يقول لحضرتك تستخدمي ايه. احنا بنشكرك جدا يا استاذه ايمان على الاتصال. يعني انا فهمت سؤالك ليها، اللي هو انت كنت عامله قبل كده ولا لا، على اساس ان هي هل لو عندها حساسيه يبقى هي ممكن تكون ده بقى المشكله من عندها مش المشكله بالزبط. من المنتج بالظبط، لكن هي طبعا المشكله مش من عندها برضه، المشكله من نفس المنتج. هو المشكله من المنتج. احنا بالفعل جه في الفتره الاخيره اخر 3 شهور بعد ما نزل كريم الفرد في السوق، هو نزل كريم الفرد في السوق بثلاث انواع، كريم فرد سوبر وكريم فرد ريجولر تمام، وكريم فرد جونيور اللي هو الاطفال تمام. الثلاث انواع للكريم فرد ليهم استخدامات تمام على حسب نوع الشعرايه في الاطفال، ده لسن الاطفال بعد السنتين بيتم استخدام لو الطفل عايز يفرد او الكلام ده كله. احنا عملنا اكثر من تجربه. انا كنت لسه اقول لحضرتك يعني تم التجربه والاختبارات على المنتجات دي قبل ما تنزل السوق. تم التجربه في اكثر من عياده دكتوره تمام، وكانت النتائج كويسه. يعني احنا لو عملنا مثلا فرد العشر حالات ففي حالتين كان فيهم مشكله تمام، بترجع لطريقه الفرد نفسها، كيفيه الاستخدام المنتج نفسه، عشان المنتج لازم يستخدم بكيفيه معينه تمام، واحنا بنوضح الكلام ده وفي برشور جوه المنتج بالقصه دي تمام، وبترجع للشعرايه نفسها تمام، وده عشان يحدده لازم الدكتور. اما خلينا نتكلم بصراحه شويه فيما يخص كريم الفرد اللي في المنتج اللي احنا بنتكلم فيه، هو بالفعل في مشكله عند النقطه دي، ومعانا اتصال مهم جدا لازم ناخده. اتفضلي يا فندم. استاذ رضا الو، الخط قطع. طب احنا كان معانا استاذ رضا صاحب شركه الباتول تمام يا فندم، يعني يا ريت تحاول تكلمنا تاني. اتفضل استاذ جلال كمل. تمام، فبالفعل احنا يعني انا كراجل موزع للوكاله دي اللي انا برضو ذكرت اسمها في اول حلقه تمام، للمنتج اللي ذكره الساده المتصلين تمام او المشاركين في الحلقه، احنا كريم الفرد بالفعل عندنا فيه مشكله، وتم الاتصال بالوكيل ورجعنا جميع كريم الفرد اللي موجود، جميع ابوات كريم الفرد اللي موجوده عندنا في الشركه رجعناها للوكاله تاني. ده لازم علشان ما يبقاش فيه مسؤوليه. انا ما بتكلمش على المسؤوليه القانونيه يا جماعه، هي القصه مش قصه قانون وقصه مكسب، القصه قصه صحه انسان، صحه مواطن، صحه انسان ومواطن تمام، صحه شعب، صحه منتج ممكن يؤدي ان طفل يجي له كانسر او طفل يجي له مشكله كبيره جدا في جلده وهو لسه في بدايه حياته بسبب كريم فرد جاي من دوله احنا لازم نبقى عارفين كويس جدا ده بيستخدم ازاي وبتاع ايه وايه المواد الفعاله اللي فيه. ما ينفعش اقول ان هو ما فيهوش اي مواد كاويه تمام والاقي المنتج اول ما اتحط على الشعر الشعر بيقع. طيب طب ازاي؟ فين طب بقى؟ احنا رجعنا للشركه المنتجه للمنتج ده؟ انا رجعت للشركه المنتجه بايميل تمام، بس علشان مشكله خاصه بتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء تمام، تلاعب في تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء تمام، وبعت لهم ايميل وللاسف الشركه ما ردتش، بس رجعت للوكاله ولقيت الوكيل نفسه بيكلمني تمام، اللي هو الاستاذ رضا. استاذ رضا تمام، وعشان نحل المشكله وللاسف هي ما اتحلتش تمام، في صدد تاريخ الانتاج وتاريخ الانتاج. طب احنا ممكن نسمع المشكله دي يا استاذ جلال؟ طيب احنا تعاملنا مع هذه الشركه في البدايه في ان احنا شركه توزيع عاديه، بناخد من اي شركه مستورده او وكاله تمام، بناخد منها توزيع المنتجات وبنبتدي ان احنا نروج المنتجات دي داخل الصيدليات في اطار الشكل القانوني والشكل الصحي بيها تمام. وكنت طلعت في اكتر من لقاء يمكن في برنامج الحدث اليوم مع الدكتور امجد الكبري، واتكلمت في ان المنتج منتج محترم جدا وان هو واخد تسجيل وزاره صحه، والمنتج بالفعل واخد تسجيل وزاره صحه تمام، انما هو في مشكله لقيناها تمام في المنتج نفسه واكتشفناها بعد فتره واتكلمنا فيها. المشكلة وهي ان تاريخ العبوة نازلة
في العبوات نازله عليها ستيكر. الستيكر ده حضرتك لما البيشنت بتشيله بنلاقي فيه تاريخ تاني تحتيه ملعوب في تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، ومحطوط عليه الستيكر ده عشان يداريه او يخبيه. تمام. لما اتكلمنا مع الوكيل في هذا الشأن قال ان انا معايا تمديد او امداد من وزاره الصحه بتمديد عدد السنين الخاصه بتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. تمام. من وزاره الصحه ومعايا تصريح يعني معاه ما يثبت من وزاره الصحه بتمديد مده صلاحيه المنتج. في حاجتين بقى يا فندم. اللي بيحصل بقى في الشركات ايه؟ ان المنتج مثلا بيكون 1/2015 وبينتهي 1/2018، الثلاث سنين بتوعه. تمام. فوزاره الصحه بتدي لحضرتك تصريح بان حضرتك تمدي صلاحيه المنتج من وقت ايه؟ من وقت الانتهاء بتاعه، انتهاء المنتج، صلاحيه المنتج. فحضرتك بتحط ستيكر فوق العبوه والشكل تحت او التاريخ تحت ظاهر واضح للناس ما فيهوش اي تلاعب، وزاره الصحه بتسيبه زي ما هو. تمام. وده بيبقى تحت اشراف وزاره الصحه. تمام. تمام. ويتحط سنتين فوق 1/2018 يبقى 1/2020 بخلال الاستيكر. طب بعد 1/2020 تمام ممكن نزود المنتج تاني كويس. ده اللي بيقره وزاره الصحه والمعامل المركزيه بتاعتها. لو ينفع بنزود سنتين تانيين، ما ينفعش يبقى حضرتك المنتج بقى اكسباير ولازم يتسحب. تمام. وبيبقى هوالك في الوكاله نفسها او في المصنع. تمام. تمام. طيب الحاله اللي حصلت عندنا كالتالي. الحاله اللي حصلت عندنا ان المنتج موجود عليه الاستيكر، حضرتك لما بتشيل الاستيكر بتلاقي تحت تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء ملعوب فيهم. تمام. مش هو اساسا الاساسي، يعني هو كويس. ملعوب في الانتاج والانتهاء ومحطوط كمان عليه ستيكر، ومحطوط عليه ستيكر جديد خالص. تمام. ده حضرتك بقى خدي القنبله. الجميل بقى في الموضوع ان انا لما اكتشفت القصه دي وطلعت بيها على هيئه التفتيش الصيدلي. تمام. في لجنه السياسات في المانيال. تمام. قابلت الدكتوره كده جميله جدا وشيك رايقه قوي. قلت لها انا عايز اقابل المسؤول هنا. فقالت لي والله ده بيخلص حاجه وجاي. حضرتك قول لي ايه مشكلتك. قلت لها والله مشكلتي ان انا معايا منتج، انا عايز اتاكد تمام المنتج ده كويس ولا في مشكله ولا اكسباير، عشان ما اشيلش ذنب حد كويس. قبل ما نتكلم بقى في اي فلوس وقبل ما نتكلم في اي حاجه، ما في تعاملات تجاريه ما بيني وما بين الوكاله وشيكات وقصص وافلام. دي لها شق، واللي انا بتكلم فيه شق تاني خالص. شق تاني. هو شق انساني شق بحت. شق الضمير والانساني. هو شق انساني بحت. احنا يعني معلش ما يتحبس 50,000 واحد بشيك ولا بفلوس ولا ايا كان مديون بقد ايه، بس القصه يا فندم لما يموت واحد قدام منتج عشان خاطر استخدمه ولا يتكنسر. هو هيبقى واحد بس يا استاذ جلال؟ انا بتكلم في واحد. انا بتكلم في واحد. ملايين. لو احنا روح البني ادم عندنا غاليه. انا بتكلم روح البني ادم عندنا غاليه، هيبقى روح الملايين غاليه. اه طبعا. انما هو لو الواحد مش فارق معانا فخلاص شعب عليه السلام يعني. لا طبعا. تمام. فاتكلمت في معاها فبقول لها المشكله 1 2 3 4، وريتها المنتج وشلت الاستيكر قدامها، فلقيت الرد جميل جدا. قالت له حضرتك بتشيل الاستيكر ليه؟ ده كان ردها. قلت لها نعم يا فندم. انا للاسف يعني انا ما اعرفش اسمها واسم الدكتور الثاني انا عارف اسمه بس انا مش هقول. انا مش هقول اسماء. عايزين نعرف الاسماء يعني. بس هي كان ردها ان هي بتقول لك انت ليه شلت الاستيكر. ده قبل الرد بتقول لي هي الشركه اسمها ايه؟ قلت لها الشركه اسمها كذا. قالت لي اه دي بتاعت فلان. قلت لها اه يا فندم. قالت لي لا 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 المنتج ده سليم. قلت لها هو حضرتك شفتي المشكله عشان تعرفي المنتج ده سليم ولا مش سليم، ولا انا جاي اكلم حضرتك في ايه؟ يعني انت قبل ما تتكلم في المنتج هي قالت لك المنتج ده سليم. سليم. وانا مستعد تجيبوها على الهواء او مناظره على الهواء او في البرنامج تاني يا فندم واقول نفس الكلام. وريتها المنتج واحنا بنشيل الاستيكر بشكل كده هوريه لحضرتك دلوقتي. فشلت الاستيكر. فبتقول لي حضرتك شلت الاستيكر ليه؟ قلت لها معلش هو يعني سوري في الكلمه، هو في حد اهبل دلوقتي لما يشتري منتج عليه ستيكر ما يشيلش الاستيكر؟ حضرتك اي ام في البيت لما تلاقي موبايل اشترت موبايل وعليه ستيكر بتبقى عايزه فضول وكيلها عايزه تشيل الاستيكر ده. فحضرتك شالت الاستيكر ده تلاقي تحت جريمه. اه طبعا هي يعني كده بتساهم في الجريمه. تلاقي تحت جريمه. تمام. لا لازم يبقى في توعيه. انا لو انا بمد تاريخ انتاج فانا بعرف الناس، انما الاقي تحت التاريخ اكسباير غير تاريخ الاكسباير، حضرتك هتستخدمي المنتج ازاي؟ ولما حضرتك تكوني في هيئه التفتيش الصيدلي وحضرتك ترد عليا تقولي كده، اما لما حضرتك تنزلي الصيدليه وتلاقي المنتج اكسباير على الرف، المفروض حضرتك تعملي ايه؟ مع احترامي لحضرتك يعني. لا طبعا لازم اعترض ولازم المنتج ده يتسحب واعمل مشكله شويه كمان وجه يعني. الدكتور فلان الفلاني مديرها قال لها ايه المشكله؟ قالت له مشكله 1 2 3 4 ودي الشركه بتاعت فلان الفلاني. قال لي اه. فمن الواضح ان الراجل معروف جدا هناك. كويس. ايا كان بقى طريقه معرفته هناك ايه بالظبط طبعا. ايا كانت نوع العلاقه ازاي كان يعني العلاقة ده شيء. ايا كان نوع العلاقه هو ما يخصناش. انا برضو يهمني في الاخر مصلحه المواطن، انا مش فارق معايا هم يعرفوا بعض ازاي. تمام. شرحت له الموضوع. قال لي طب وانت ايه مشكلتك؟ قلت له مشكلتي ان انا عايز اتاكد المنتج ده مظبوط ولا مش مظبوط عشان الناس اللي عملت مداخلات واشتكت. صح.
تمام؟ يعني انا بقول على الهواء الناس اللي عملت مداخلات وشكت، انما انا بقول له عشان الناس اللي رايحه تشتكيني ان المنتج بيوقع الشعر والمنتج فيه مشكله والمنتج فيه 1 2 3 4 تمام. قال لي يا فندم حضرتك موزع، ما عليكش اي دور قانوني تمام، او حد يقدر يرجع عليك باي دور قانوني لان حضرتك موزع ومعك عقد توزيع. قلت له حلو، هي دي المشكله. قلت له حلو، المشكله مين الموزع؟ فانا قلت بقى اخش مع المنتج، انا قلت بقى اخش معاه في نفس الديبيت بقى في نفس القصه. قلت له طب ما حضرتك ما اتكلمتش بقى في الشق الانساني بقى، انا خلوني نسيت الشق الانساني والشق بتاع المواطن، اتكلمت بقى معاه في حته ثانيه خالص. يا فندم المنتج ده انا دافع فلوسه وانا بشغله، وحضرتك لما المنتج ده الصيدلات ترجعه لي، وده حصل بالفعل من احدى الصيدلات وهذكرها، انا هيبقى عندي مشكله، عندي مشكله في اسم الشركه، عندي مشكله تمام في امانه في شرف في مهنه، ما حدش هيتعامل معاك تمام في مهنه كويس. فقال لي ما حدش طلب من حضرتك تشيل الاستيكر، احنا اساسا بنطلب من الشركات اللي بنمد لها ان هي تحط استيكر غير سهل النزع. غير سهل النزع. فدي مش مشكله حضرتك. قلت له طب انا مشكلتي دلوقتي في ان المنتج ملعوب في التاريخ بتاعه. قال لي يا فندم حضرتك تقدر تشتكي. قلت له طب انا بشتكي في هيئه سياسات. قال لا الكلام ده مش عندنا والكلام ده مظبوط، وحضرتك انت يعني ما فيش اي حاجه تخصنا تاني. تمام. فانا ابتسمت ابتسامه كده رقيقه، قلت له يا فندم الف شكر متشكرين، ورحت واخد بعضي ورحت ماشي. بعدها توجهت على طول على النيابه العامه وعملنا محضر تمام، وسجلنا شكوى في النيابه كويس. تمام، واخده مجراها تمام. وهقول لحضرتك كمان بعد ما اوري المنتج لحضرتك، هقول لحضرتك كمان الرد كان ايه من المحامي بتاع الاستاذ المحترم صاحب الوكاله نفسها. طيب تمام، انا ممكن اشوف المنتج يا استاذ طيب. محمود ده المنتج وده اوفر من ضمن الاوفرات اللي معموله على المنتج ده اللي كان الوكيل عامله تمام. الاوفر ده بيقول ان احنا هنشتري الاربع منتجات دول تمام بخصم 10%. احنا كنا بنتكلم في اول حلقه ان في حالتين من طريقه التسويق تمام، ان حاله ان انا عايز اسوق اعمل اوفر 10% بنسبه معينه، يا اما واحده، يا اما انا عايز اروج للمنتج تمام. انما في الحاله دي لما انا احط الكميه دي في منتج واقول 10% معناها ان انا عايز اخلص من مشكله ومصيبه عندي او كارثه عندي تمام. طب تعالوا نشوف الكارثه فين. اول حاجه غير مصرح تماما لما نيجي نعمل اي اوفر ان احنا نحط الاستيكر على تاريخ انتاج او تاريخ صلاحيه خاص بالمنتج، عشان الناس وهي بتشتري قبل ما تشتري الاوفر، حضرتك قبل ما تشتري اي حاجه بتبص على تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه صح. تمام. ده الناس لما بتيجي تشتري عربيه بتشتري عربيه موديل السنه، هشتري دواء او منتج للشعر متداري تمام تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء بتاعه ازاي؟ انا مش فاهم. لا طبعا تمام. فحضرتك لما تشيليه تلاقي ان هو اتشال كده بقى، لو في تاريخ اي تاريخ انتاج او اي تاريخ صلاحيه تمام زي ما حصل كده في الورقه هو اتشال، فدارت اساسا الكارثه اللي هو عاملها تمام. فنحاول ان احنا نشيل بالراحه، فيظهر لنا مثلا حاجه زي كده. معلش يا جماعه ممكن بقى بالظبط كده تمام. هنعمل حاجه زي كده. وطبعا دي بتتشال بطريقتين، يا اما بهوت اير يا اما بولعه تمام. والناس يعني حتى الناس البيشنت اللي بيشتروا المنتج نفسهم بيعملوا الكلام ده لما بيلاقوا الاستيكرات. بيتشال بالولاعه طبعا. ده في تاريخ تاني تحت. ده يا فندم يا ريت تاريخ تاني. تاريخين. لا حضرتك تقدري تقولي تاريخ ثالث. تاريخ ثالث. لما نعمل الزوم كده هنلاقي ان اسم الشركه اهو تمام، وتحت اسم الشركه في التاريخ ملعوب فيه بالايد تمام. كويس. تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. يعني هو تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء الاساسي ملعوب فيهم ومحطوط غير التاريخ الثالث اللي بره، ومحطوط كمان فوقهم ستيكر، وفوق الاستيكر محطوط كمان الاستيكر بتاع العرض، وفوق الاستيكر بتاع العرض محطوط الشرنيج بتاع المنتج نفسه بتاع عشان يلم الحاجه دي كلها مع بعض بالظبط. طب يعني بصراحه يعني نو كومنت. طب فين الضمير؟ نو كومنت. فين الضمير؟ لما اجي بقى يا جماعه انت بتغش شعب كامل ليه؟ هتستفيد ايه يعني؟ لما اجي بقى افتح مثلا عبوه زي دي من ضمن برضو العبوات واجي ابص الاقي برضو نفس القصه. طبعا التاريخ مكتوب تمام 1/2020 تمام، ومكتوب رقم التشغيله ورقم تسجيل وزاره الصحه. هو الكارثه بقى
ان رقم تسجيل وزاره الصحه ده مظبوط. يعني رقم تسجيل وزاره الصحه ده في 2015 ده مظبوط، بس ما حصلش مد. الباشا لما استورد الحاجه دي، ما هو لو مد، ما هو لو هو مد ما يقدم ما يثبت ان هو مد. ما هو يا فندم حتى لو قدم ما يثبت ان هو مد، ما فيش ما يثبت ان يخليك تلعب في تاريخ الانتاج نفسه. اه طبعا، لان هو اكيد لو ما لعبش في تاريخ الانتاج ما كانش هياخد مد. ده لو هو خد مد اصلا. ايه ده يا فندم، التاريخ ملعوب فيه يعني ومتروق وزي الفل. تمام، دي الـ دي الـ دي الكارثه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب انا عايزه بس اقول للساده المشاهدين ان الاستاذ صاحب الوكاله اللي طبعا ده انا هستاذنك في حاجه، المستورد معلش شركه باتول طبعا المستورد للمنتج ده طبعا هو امتنع عن الدخول في المداخله وقفل تليفونه، ولاني انا رايي والله يا فندم كان المفروض ان انت تدخل وترد على الموضوع ده، لان دي حاجه بتهم طبعا، بتهمنا كشعب عموما، بتهمنا كدور اعلامي، بتهم كل الرقابات، الرقابه على الصحه والرقابه على يعني صحه البني ادم نفسها، يعني كان المفترض ان انت لازم تدخل ترد. اتفضل يا استاذ. طبعا احنا اتكلمنا عن المشكله اللي موجوده في المنتج. تمام، وطلبنا منه كذا مره ان هو يرجع الحاجه دي، ان هو ياخد الحاجه دي، وكان طلبي الاساسي معاه ان هو قبل ما ياخدها من عندي ويرد لي شيكاتي او يرد لي فلوس. تمام، ان هو يسحب المنتج من السوق. حضرتك المنتج احنا اول ما مسكنا التوزيع من الوكاله ما كانش هو بيتعامل في الصادرات، كان بيتعامل مع التجار اللي موجودين في المسكي والعتبه والكلام ده. طبعا التجار دي بيزورها ناس معينه اكيد، انما الطائفه الكبيره من الناس الكلاسيكيشن بتاعهم A و B بيروحوا الصادرات الكبيره وبياخدوا منهم المنتجات النظيفه او المنتجات اللي هم بيسقوا في توجيه الصيدلي ليهم. بالظبط. تمام، لما انا يبقى عندي صيدليه زي صيدليه من انا مش عايز اذكر اسماء صيدليات عشان الدعايه، مش عايز اذكر اسماء، لما يكون صيدليه من ضمن المشكله، لما يكون صيدليه من ضمن الصيدليات الكبيره اللي ليها اكتر من 100 فرع على مستوى الجمهوريه. تمام، وصيدليه ثانيه ليها اكتر من 80 فرع على مستوى الجمهوريه. والمشاهدين على فكره ممكن يعرفوا اسماء الصيدليات اللي انا بقولها دي من الاعداد. اكيد. تمام، وصيدليات مشهوره جدا. امبارح كده كنت بتمشى بالعربيه فقلت اتسلى شويه عشان الموضوع تعبني نفسيا بقاله شهور يعني. فقلت اتسلى شويه. انت استاذه محترم احنا مبلغينك بقالنا فتره. تمام، ان المشكله دي المنتج وتاخد فلوسك الصيدليه. يعني انا طبعا بحيي كل التقدير والتحيه لصيدليه تكنو فارم دلمار وعطله. تمام، بكرر اسم تاني، صيدليه دلمار وعطله. تمام، ودي يا جماعه مش دعايه، انا بشكر الصيدليه على احترامها المهني. تمام، في تقديم افضل المنتجات. تمام، وهم مش مستنيين الاجهزه الرقابيه عشان تفتش في الصيدليات. ده انا فوجئت ان بيتصل بيا حد، طبعا هو رفض ان انا اذكر اسمه، هو حد محترم جدا يعتبر صاحب الصيدليات. تمام، له التقدير والاحترام جدا، مع ان انا كان نفسي ان انا اذكر اسمه. تمام، ولقيته بيتصل بيا وقال لي يا جلال احنا الوكس لما كان محطوط في الشمس فنزل الزيت بتاعه فجه على الاستيكر، فالاستيكر بقى سهل النزع، مش محتاج بقى الولاعه والحراره والكلام ده. مش محتاج خلاص. قلت له يا فندم تمام. قال لي فاحنا لقينا تاريخ غير التاريخ، واحنا بنثق فيك وبنقدرك وبنحترمك عشان انت حد شغال معاك، يعني معاك بقالك سنين. تمام، قلت له يا فندم امرني. قال لي ايه ده؟ فكان اول مره اعرف القصه دي، فاتصلت بالوكيل قال لي انا معايا شهاده تمديد. قلت له ابعتها لي، لغايه النهارده ما وصلتش. حتى ردهم في النيابه اللي انا قلت عليها حضرتك من شويه، ردهم في النيابه. تمام، احنا الكلام اللي بيقوله الاستاذ جلال ده غير صحيح تماما. تمام، ومعانا التسجيلات اللي بتثبت ان المنتج سليم. هي يا فندم التسجيلات بتقول ان منتج حضرتك سليم، بس شغل حضرتك هو اللي مش سليم. اكيد التسجيلات وزاره الصحه سجلتها من 5 سنين ولا من 4 سنين، انما حضرتك لما ما عرفتش تبيع المنتج من 4 سنين جبت واحد زيي. تمام، شركه توزيع كانت لسه بادئه، وانا مش عيب ان انا اقول الكلام ده، كنت لسه بادئ وقلت له خد المنتج شغله وما تحاسبنيش دلوقتي، بقى حاسبني الشيكات بعدين. فكتبت لك شيكات واشتغلت معاك عشان الاقي بعد كده ان في كارثه. المنتج اشتغلنا بيه البورتفوليو ده يا فندم في فرنسا اكتر من حاجه و80 صنف. من انظف المنتجات على مستوى العالم. منتج فرنساوي اصلا. منتج فرنساوي. تمام، وانا قلت الكلام ده في اكثر من لقاء واكدت ان هو مسجل وزاره صحه، لان انا في شركتي ما بشتغلش في حاجه غير مسجله وزاره صحه نهائي. اكيد، ايا كان السبب. طب استاذ جلال احنا معانا صوره عايزين نعلق عليها، ممكن تعرضوا لنا الصوره يا جماعه؟ ممكن نعرض الصوره؟ ممكن
ممكن تعلقي على الصوره دي يا استاذ جلال بعد اذنك؟ اه دي صوره ايه بقى؟ عشان انا يعني دي صيدليه من الصيدليات المحترمه. احنا قلنا طبعا مش هنذكر اسماء. اه لا انا مش عايزه اذكر اسماء اي صيدليه. انا رحت امبارح تمام الصيدليه دي. الصيدليه دي موجوده في شارع رمسيس ميدان رمسيس كده قريب من غمره مش هقول اسمها. رحت امبارح عشان اشتري اشوف منتجات اكتيف لونج. هو الراجل الوكيل ده حتى بعد ما فسخ معانا التعاقد لم المنتجات الاكسباير دي من السوق ولا لا؟ ففوجئت ان العبوه دي موجوده ونفس الاستيكر موجود. نفس الاستيكر ونفس تمام. طريقه شيل الاستيكر ونفس برضو. طريقه شيل الاستيكر. انا طبعا عملت طبعا عملت حاجه. دي نفس الصيدليه ولا لا صيدليه ثانيه؟ دي صيدليه ثانيه موجوده في مدينه الواحه في زهراء مدينه نصر. تمام برضو انا عديت عليها من الصيدليات اللي اثيرت يعني اللي اثارت لغط كبير جدا في الفتره الاخيره من عدد فروعها المنتشره واللي بتفتح باستمرار اكيد الناس طبعا عارفاها. تمام وبرضو لقيت نفس القصه ان المنتج وللاسف احنا وقفنا تعامل مع الصيدليه دي بسبب المنتجات دي عشان حبوا فتره من الفترات في اول البدايه ان هم يرجعوا المنتج ده واحنا ما كانش عندنا منتج. الراجل كان عنده المنتجات الاكسباير دي. ده ريسيت صيدليه. ده ريسيت صيدليه اللي هو ده بتاع المنتج ده اللي هو المنتج الاكسباير اللي مازال موجود لغايه امبارح. على فكره الريستات معايا يعني احنا مش عايز اعمل زوم عشان اسم الصيدليه. لا لا هو موجود. احنا لو عملنا زوم هنلاقي انا يعني عامل حاجتين الريسيت بتاع الصيدليه وغير ريسيت الصيدليه. انا مشتري بالفيزا لان بعض الاوقات الدكاتره اللي شغالين في الصيدليات تمام بيطلعوا ريسيتات من على الجهاز بدون ما حد يشتري حاجه تمام عشان يحققوا نسب مبيعات. فانا طلعت اللي حتى انا اشتريت بالفيزا عشان الفيزا نفسها تبين ان انا اشتريت من الصيدليه في التوقيت ده بالوقت ده تمام المنتج ده وعلى اتم استعداد على اتم استعداد لتقديم هذه المستندات لاي جهه رقابيه ايا كانت هي ايه. تمام تمام اي جهه رقابيه. هنقف عند النقطه دي وناخد اتصال. استاذ كريم الو. ازيك يا استاذ كريم؟ تمام الحمد لله. استاذ كريم المحامي المستشار القانوني. ازيك يا استاذ كريم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ جلال؟ الحمد لله حبيبي. استاذ كريم احنا النهارده فتحنا ملف عن الغش وانعدام الضمير في المنتجات ومستحضرات التجميل الخاصه بالشعر والميك اب. والاستاذ جلال حكى لنا عن مشكله ما واجهته في 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 توزيع منتج معين من كان بياخده من شركه الباتول. فكنا عايزين نسمع راي حضرتك وعايزين نعرف ايه الاجراءات وايه الاوراق اللي اتخذت في هذا الموضوع. مبدئيا احنا عايزين نقول في الاول ان احنا فوجئنا الاستاذ جلال فوجئ بان المنتجات اللي هو بيوزعها فيها مشكله في تاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج. وهو مشكورا حاول ان هو يتواصل مع الشركه او الوكيل اللي هو مسؤول عن البضاعه دي وهو للاسف ما ردش على مكالمته. والاستاذ جلال مشكورا راح اتكلم معاه اكتر من مره علشان نحل الموضوع ده لانه موضوع مش صغير. احنا ما بيهمناش الاجراءات القانونيه على قد ما يهمنا صحه المواطن. اكيد. بناء على ان احنا جات لنا اكتر من شكاوى والاستاذ جلال كان هو اللي بيتصدر للموضوع ده واحنا لو هنمشيها ان هو اجراءات قانونيه الاستاذ جلال هو شركه موزعه وليس الوكيل. انا قصدي حضرتك ليه ما خدتش اجراء قانوني ضد الشركه اللي انت واخد منها المنتج ده؟ احنا بالفعل يا فندم رحنا عملنا بلاغ في النيابه العامه وتم تحرير محضر وتم تحرير عده بلاغات لعده الاجهزه الرقابيه المسؤوله او المنوطه بالموضوع ده علشان لازم يبقى في رد فعل مباشر على اللي حصل. اللي حصل مش عادي. دي حاجه كبيره جدا لازم يكون فيها وقفه علشان احنا كلنا هنتضرر. اول واحد هيتضرر فينا المواطن. اكيد اكيد. دي زي ما الاستاذ جلال شرح لحضرتك الفكره اللي بتحصل في موضوع الاستيكر وتغيير انتاج وتغيير الفتره اللي هي ما بين انتهاء الصلاحيه والانتاج. فدي بيبقى فيها مشكله. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ كريم بس للاسف ان الوقت الحلقه عدى بسرعه ولكن احنا فتحنا ملف ولا زال مفتوح. لا زال مفتوح لان لازم يتخذ فيه اجراءات قانونيه متابعه صحيه. دور الاعلام لازم يقوم بدوره كامل متكامل لان الضمير وصحه الانسان لا تقدر بمال. اشكرك جدا. الله يخليك يا فندم. استاذ جلال محمود لطفي صاحب شركه جي تو ام للتوريدات العموميه شرفتني ونورتني. انا اللي شكر استضافتك. الحديث بقيه والملف لسه مفتوح وهنكمله في حلقات جايه ان شاء الله. حلقات المستعدة يا فندم. باذن الله. بشكركم مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال. بشكر كل مشاهدينا وبشكر كل اصدقائي في الكنترول والاستوديو وبشكركم واشوفكم على خير.